بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. بين الفضيلة والرذيلة فاصل قليل، هناك خيط رفيع يميز بين الفضيلة والرذيلة، فقد يكون شيء فضيلة، لكن بتغيير بسيط يتحول هذا الشيء اللي هو فضيلة إلى رذيلة. مثلا الفرق بين التهور والشجاعة شنو هو؟ التهور من الرذائل، الشجاعة من الفضائل، شنو الفرق بينهما؟ فرق بسيط، الشجاع هو الذي لا يخاف بتعقل، والمتهور هو الذي لا يخاف بغير تعقل. الفرق بين الوسوسة والاحتياط، الاحتياط للدين زين، لكن الوسوسة في العبادات قد تكون محرمة. شنو الفرق بين الاحتياط والوسوسة؟ الفرق طفيف وبسيط. وكذلك الفرق بين كثير من الفضائل والرذائل، البخل والاقتصاد، الاقتصاد بالمعنى اللغوي، اقتصاد المعيشة، الفرق بين الاقتصاد وبين البخل فرق بسيط. فالفرق بين الفضائل والرذائل فرق بسيط في كثير من الأحيان. إذا الإنسان لا يلتفت إلى المعاني وإلى المفاهيم قد يعمل عملا ويتصوره فضيلة في حين أن ذلك العمل رذيلة. ليش؟ لأنه ما فاهم وما ميز بين الفضيلة والرذيلة. أو قد يترك عملا ويتصور أن ذلك العمل رذيلة في حين أنه في الواقع ذلك العمل هو فضيلة. ما الذي أوقع هذا الإنسان في هذا الخطأ؟ عدم تمييزه بين المفاهيم وبين المعاني. الإنسان عندما لا يميز بين المعاني والمفاهيم يخطئ كثيرا. إذا ميز بين المعنى، هذا المعنى وذلك المعنى، قد لا يخطئ. بعد هذه المقدمة، نحن نعلم جميعا أن الصبر من الفضائل. الله عز وجل في القرآن يمدح الصبر في آيات متعددة. الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة يمدحون، ومن صفات المؤمنين الصبر. بس شنو معنى الصبر؟ وما هو الفرق بين الصبر والخنوع؟
والخضوع للظلم. بعض الأحيان الإنسان يخنع، يخضع للذل. شنو الفرق بين الخنوع وبين الصبر؟ فرق دقيق جدا. بعض الأحيان الإنسان هو يخنع ويخضع للظالم، يتصور أنه يصبر، يرتكب محرما وهو يتوهم أنه يعمل بالصبر الذي أمر الله عز وجل بالقرآن في القرآن به. الفرق بين الصبر والخنوع والخضوع للظلم شنو هو؟ الفرق بسيط، ولكن الفرق في المعنى بسيط، ولكن في العمل الفرق بين السماء والأرض. كثير من الناس يتصور أن الصبر معناه أنه أنت تجلس في بيتك ولا تعمل أي عمل، هذا يسموه صبر. هذا مو صبر، هذا استسلام، هذا قد يكون خضوع وخنوع. الصبر معناه عدم الانهيار أمام المشاكل، هذا معنى الصبر. مو معنى عدم العمل، مو معنى أنه تقعد ببيتك لا تسوي أي شيء، لا، معنى أن لا تنهار أمام المشاكل. لأن الإنسان، كل إنسان معرض للمشاكل، أصلا الحياة بنيت على المشاكل، ماكو إنسان بدون مشاكل. طبعا يختلف بعض الناس في مشاكل أكبر، بعض الناس في مشاكل أقل، لكن لا تخلو الحياة من المشاكل. بعض الناس ينهارون أمام المشكلة، يفقد أعصابه، ما يتمكن يتصرف التصرف الذي يرضي الله عز وجل ويرضي الرسول. أما الصابر معناه الشخص الذي لا ينهار أمام المشكلات، لكن مو معناه أنه يجلس في بيته ويغلق الباب ولا يتحرك أي تحرك ولا يعمل أي عمل ويقول أنا صابر، لا. طبعا المشاكل أقسام، المشاكل اللي الإنسان يبتلي بيها، إحنا بعض الأحيان نتصور أن المشكلة في إدبار الدنيا، يعني الدنيا إذا أدبرت من شخص زين، ما عنده فلوس، ما عنده سيارة، ما عنده أمان، ما عنده ماي، ما عنده كهرباء، كذا، نتصور أنه المشاكل فقط في هذا الجانب. لا، هذا قسم من المشاكل. أكو بعض المشاكل في إقبال الدنيا، بعض الناس الفلوس الزايدة اللي عنده هي مشكلة عليه، الرفاه الزائد اللي عنده هو مشكلة، المنصب اللي عنده هو مشكلة له. فالمشكلة ليست في إدبار الدنيا، قد تكون المشكلة في إقبال الدنيا. لذا في الحديث الشريف الصابر على ثلاثة أقسام: الصابر على المصائب، واحد يبتلى بمصيبة، القسم الثاني الصابر عن المعاصي، هناك معصية أمامه يقدر يرتكبها بدون أي شيء، ما حد يفهم، يصبر عن هذه المعصية ما يرتكبها، هذا هم صبر. والصابر على الطاعات، زين، بعض الأحيان الطاعة صعبة، ساهر إلى أخير الليل لسه يريد يقوم لصلاة الصبح يشوف ما يقدر، زين، يصبر على هذه المشكلة ويقوم بالقوة ويروح يصلي، هذا صبر على الطاعة. الصابر يعني عدم الانهيار أمام المشكلة، سواء مشكلة في معصية أو مشكلة في طاعة أو مشكلة في مصيبة. إذا الإنسان انهار أمام المشكلة هذا معناه مو صابر، ويفقد دينه وقد يفقد دنياه. نمثل مثال: أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 25 سنة، احنا نعبر عنه أو الكثير يعبر عنه أنه كان جليس الدار، كان صابرا. تتصورون كان جليس الدار يعني غالق الباب على نفسه وما يسوي أي شغل وينتظر بس
لا، هاي 25 سنة صحيح أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اغتصب حقه زين، لكن خلال هال 25 سنة كان يشتغل ليلا ونهارا، ليلا بالعبادة إلى الله عز وجل ونهارا شغل تربية مجموعة من المؤمنين. ولذا تشوفون بعد 25 سنة السلطة الحاكمة كانت راسمة فد رسم وطريقة اللي الخلافة لا توصل إلى أمير المؤمنين إطلاقا. كان تخطيطهم أنه بعد عثمان يصير طلحة زين، وبعد طلحة بني أمية يجون، هالشكل كان تخطيطهم. منو خرب التخطيط؟ اللي بعد عثمان اجوا الناس وبايعوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مجتمعين حولي كربيضة الغنم كما في نهج البلاغة. منو؟ مجموعة كبيرة من الناس. ذول المجموعة الكبيرة من الناس منو خلقهم؟ منو صنعهم؟ منو رباهم؟ هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. خلال هال 25 سنة اشتغل، لكن قد يكون شغل علني قد يكون شغل غير علني. الآن تشوفون في جنوب لبنان شيعة موجودين، أكثر اللبنانيين من الشيعة، حوالي 60% منهم زين. جنوب لبنان مركز من مراكز التشيع على طول التاريخ، مع أنه جنوب لبنان رقعة صغيرة في الخريطة، من أول جبل عامل، يعني من أول جنوب لبنان إلى أخير جنوب لبنان ما يصير 100 كيلومتر، فاصل أفرض بين بغداد وكربلاء، هذا كل جنوب لبنان زين. هاي المنطقة في طول التاريخ مع أنه صغيرة أنتجت 20% من علماء الشيعة في طول التاريخ. هواية من علماءنا الكبار من هاي المنطقة، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، صاحب وسائل الشيعة، آخرين. تشيع إيران كانت سنية إلى قبل 500 سنة، ومركز من مراكز التسنن. تشيع إيران ببركة شيعة جنوب لبنان، علماء جنوب لبنان هاجروا إلى إيران وبلغوا تبليغ. قسم من تشيع العراق أيضا مربوط بجنوب لبنان، يعني علماء جنوب لبنان زين. شلون جنوب لبنان هاي قرى نائية وبعيدة وفي جبال وكذا، منو شيعها؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. برنامج كان عنده. شلون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كلف أبا ذر رضوان الله تعالى عليه بأن يعترض؟ هو أبو ذر مو من نفسه كان يعترض على التجاوزات اللي كانت تصير في زمان عثمان، وإنما بأمر أمير المؤمنين زين. بعدوا إلى الشام حتى يصير بعيد عن المركز، واصل عمله، شافوا ما يفيد، بعدوا في المناطق النائية، قرى في الأجبال، هناك اشتغل إلى أن شافوا ما يفيد، هو غرس التشيع في جنوب لبنان. يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان عنده برنامج، صحيح البرنامج ما كان بالسلاح لكن بتربية. في يوم الجمل، في يوم السقيفة، واحد من الأشخاص قال لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جرد سيفك يوم السقيفة. الإمام ما قبل كلامه، ليش؟ لأنه ما عنده أنصار، إذا كان يجرد سيفه كان يقتل. في يوم الجمل جيش الإمام أمير المؤمنين كان عشرات الآلاف زين. فالإمام شاف هذا الشخص اللي يوم السقيفة قال له جرد سيفك، الإمام شافه، كان من أصحاب الإمام، قال له ذولا وين كانوا؟ ذولا عشرات الألوف من جيشي وين كانوا ذاك اليوم يوم السقيفة؟ قال أصلا ما كانوا في الدنيا ذاك الوقت زين. فالإمام قال له ذاك اليوم ذولا ما كانوا، أنا ما كنت أقدر أن أنهض، بس هاليوم موجودين أنا أنهض. منو سواهم ذولا العشرات آلاف؟ هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. صحيح كان مسلوب حقه ومنتزع حقه، لكن كان يعمل ليلا ونهارا. هذا هو الصبر. الصبر معناه أن لا تنهار أمام المشكلة وتحاول تصحيح الخطأ، تحاول الابتعاد عن المعصية، تحاول أن تطيع الله عز وجل. هذا هو الصبر. هذا المثال الإيجابي. المثال السلبي، الزبير بن العوام
هذا اللي مدفون فيه البصرة. الزبير ابن عمة الرسول صلى الله عليه وآله وابن عمة أمير المؤمنين، هذا في يوم السقيفة كان من أشد المتحمسين لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وجرد سيفه وكذا وقام يصيح وما بايع إلا أخير واحد. وفي حرب أحد، في غزوة أحد اللي ما انهزموا 10 أشخاص، كل المسلمين انهزموا إلا 10 أشخاص، واحد منهم الزبير ما انهزم في المعركة زين. ولكن مع الأسف تشوف أن الزبير في أخير حياته يقوم ضد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وسب أمير المؤمنين مو معاوية هو اللي سنه، مو معاوية كان يسب أمير المؤمنين وسنه، مو معاوية كان هو المؤسس، الزبير هو اللي كان مؤسس اللي سن سب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هو الزبير كان. وحتى لما قتل أمير المؤمنين شاف سيفه قال سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو السبب أنه هذا الشخص بهذا التاريخ المشرق أخير حياته يجرد السيف ضد أمير المؤمنين ويقتل في معركة ضد أمير المؤمنين؟ شنو السبب؟ السبب عدم الصبر. شلون؟ لأنه هو عندما بعد مقتل عمر عينوه، عمر عينه في ضمن الشورى السداسية لتعيين الخليفة، تغير فكره، ها يمكن أنا هم أصير خليفة ما دام صرت أحد المرشحين الستة، فيمكن أنا أصير الخليفة زين. مقابل الدنيا ما قاوم، ما صبر. بعدين طلب منصب من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الإمام ما قبل، كان يريد هو يصير حاكم البصرة أو الكوفة، الإمام ما قبل. مقابل الدنيا انهار، لم يصبر أمام مغريات الدنيا، احتمل أنه هو هم يصير خليفة، وإذا حارب أمير المؤمنين وقضى على أمير المؤمنين هو يصير الحاكم. الانهيار أمام الدنيا عدم الصبر، لو ما كان ينهار كان في أعلى عليين من الجنة. فإحنا لا نتصور أنه الصبر معناه عدم العمل، الصبر معناه عدم الانهيار أمام المشكلة والعمل. لهذا الآية الشريفة شنو تقول اللي قريناها؟ تقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. شنو الرابط بين هاي الأمور الثلاثة؟ اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا واضح، اصبر. صابروا يعني تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا يوصي ذاك بالصبر، هذا يوصي هذا بالصبر زين. ورابطوا، رابطوا يعني شنو؟ يعني المرابطة. المرابطة سابقا الحدود الإسلامية يعني بين المسلمين وبين الكفار حدود أكو، هذه يسموها الثغور. الثغور كان كثير من الأحيان لأنه ذاك الطرف كفار وهذا الطرف مسلمين، الكفار يهجمون على دار الإسلام، فكانوا مجموعة من المسلمين الفدائيين يرحون في هاي الثغور. الآن شنو نعبر عنهم؟ نعبر عنهم حراس الحدود بهالتعبير. ذولا كانوا حراس حدود بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، كل لحظة معرضين للقتل لأن هم مجموعة قليلة. فجأة نشوف عدو يهجم، وعادة المرابطون كانوا يقتلون، هو بالثغر 10-20-100، فد مرة جيش يجي من 10,000، فذولا يقاومون ويقتلون عادة. فالمرابطة هذا من أصعب الأعمال. الله عز وجل يقول اصبر وصابر ورابط، مو أنه تقعد ببيتك تقول أنا ما علي أنا صابر، لا، ورابط يعني أصعب الأمور لازم تسوي، مو أنه تجلس في دارك وما تسوي أي عمل وتقول أنا شو علي وكذا زين، لا، اصبر ورابط، لا تنهار أمام المشكلة، وفي نفس الوقت لازم تعمل حتى أشق الأعمال. الآن إحنا في العراق وأنتم تشاهدون بعد موجودين هناك تكالب
على الشيعة في العراق من مختلف الدول، إعلاميا تشوفون الفضائيات كذا كلها منصبة ضد الشيعة. زين، تجي إلى الجانب السياسي تشوف كل دول المنطقة باستثناء مثلا دولة أو دولتين، يعني كل الدول العربية وبعض الدول الإسلامية أيضا صاب جهودها السياسية ضد الشيعة في العراق. ميدانيا هم تشوفون التقتيل اللي يصير على الهوية، هذا شيعي قتلوه لأنه شيعي. احنا في هذا الظرف اللي هناك تكالب من مختلف الجهات ضد الشيعة، شنو وظيفتنا؟ وظيفتنا الصبر، بس مو معنى الصبر انه تقعد في بيتك لا تشتغل زين او تتفرج. يقولون واحد كان في معركة صفين عندما كان صلاة جماعة تكون يجي يصلي خلف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وقت الغداء والعشاء يروح على سفرة معاوية، وقت الحرب يروح أفتلة كانت هناك مرتفعة يروح يتفرج. قالوا له هاي شلون يصير بصلاة صلي ويا علي بن أبي طالب، أكل تأكل ويا معاوية، وقت الحرب هم متفرج على التلة. قال أنه الصلاة مع علي أتم والطعام مع معاوية أدسم والجلوس على التل وقت الحرب أسلم. زين، فإحنا لازم هالشكل نكون، كل واحد طبعا حسب، واتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. كل واحد من عندنا لازم يعمل عمل كامل، لا يتصور أنه لا الآخرين خلي يعملون وإحنا ماكو عندنا شيء وظيفة، لا كل واحد لازم يعمل. الرسول صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا كلام الرسول هم كلام دقيق، كلكم راع. الراعي شنو يسوي؟ سؤال، شايفين الرعاة اللي عندهم أغنام؟ هذا دائما ملتفت ليكون فالذيب أو فد حيوان مفترس يهجم على القطيع، دائما ملتفت ليكون فد شات فد خروف فد شي يطلع من القطيع برا، إذا هم طلع فد شات أو خروف كذا من القطيع يروح يرجعه، دائما مخلي بال على هذا القطيع. الرسول يشبه يقول كلكم راع، كل واحد منكم لازم يكون حالة حال الراعي، دائما يكون ملتفت. إذا شاف فد شاب فد واحد فد شابة فد شخص دي ينحرف، لا يقول أنا شعليه، لا مسؤول. إذا هناك مشكلة ويتمكن من أن يساهم في حل تلك المشكلة فهو مسؤول. يوم القيامة يسألوه ابن جيراني انحرف، يسألوني أنا يسألوني، أنا أقول شو علي؟ يقولون لا أنت مسؤول. مرة تقول يا رب أنا حاولت ما تمكنت، معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن مرة ما عندي عذر أمام الله عز وجل فأشاركه في ذنبه، لأن في الحديث الشريف يقول لنحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. مقصود بالعلماء في هذه الرواية مو فقط المراجع والخطباء كذا، العالم كل واحد اللي يعرف، العالم بالمعنى اللغوي كل واحد اللي يعرف، لنحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احنا الآن نشوف ان القوى المختلفة متكالبة على الشيعة في العراق، لكن الشيعة في العراق هم الأقوى من كل الجهات، بس بشرط العمل. ولكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول ولكن أعينوني بورع واجتهاد. ورع شنو هو؟ يعني التقوى، واجتهاد يعني عمل. أنت أقوى لأنك أكثر عددا. الشيعة في العراق ولو الدول السابقة دائما، لأنها دول طائفية كانت دائما تغطي على الواقع،
بس الشيعة العرب في العراق أكثر من 65% بس العرب منهم، إذا ضم الأكراد الفيلية والتركمان الشيعة والشبك وكذا يصيرون بين 75% إلى 80% مجموع الشيعة في العراق. زين، فأنت أكثر عددا، هذا أولا. ثانيا أنت أقوى فكرا، لأن فكرك فكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فأنت أقوى فكرا. زين، الشيء الثالث أنت أكثر عددا وأقوى فكرا، وأنت تمتلك من المفكرين أكثر من غيرك، تمتلك من العلماء أكثر من غيرك، تمتلك من المثقفين أكثر من غيرك. زين، والأهم من ذلك أن تنصر الله ينصركم، الله هم معك، ولكن بشرط الورع والاجتهاد، وإلا الكثرة بدون عمل ما تفيد، الكثرة بدون ورع بالآخرة ما تفيدها الكثرة، لكن إذا كان ورع تقوى يعني من الله عز وجل، محاولة الالتزام بتعاليم الله عز وجل، والاجتهاد يعني العمل التعب، واحد يتعب يعمل، الله عز وجل هم ينصرك، إن تنصر الله ينصركم. كل هاي المكونات أنت عندك، والآن يعني إذا عالميا هم نريد نقيس الشيعة وضعهم عالميا الفكري، الآن العالم باستثناء العالم العربي اللي شوية متأثر بالفضائيات وأمثال ذلك، العالم بشكل عام متعاطف مع الشيعة، لأنه أثبتوا أن فكرهم وعملهم فكر عقلائي، ينادون بحقوقهم في نفس الوقت لا يظلمون الآخرين، يعطون الآخرين حقوقهم، يقتلون ولا ينتقمون. زين، فالآن العالم هم معك، حتى العالم العربي الآن واقع في حالة عاطفية. زين، الإعلام الجاهلي أيضا دا يأثر عليه، بس هذا تأثيره محدود إلى أيام، هسه سنة سنتين ثلاث سنوات أقل أكثر راح يزول هذا الأمر. ذاك الوقت الناس راحوا يفكرون، يقول ذهبت السكرة وجاءت الفكرة. فينبغي علينا أن نعمل بمختلف الوسائل، ولازم لنلقي الكرة في ملعب الآخرين حسب ما يقال. واحد يقول زين العلماء لازم يشتغلون، واحد يقول الأحزاب السياسية لازم تشتغل، واحد يقول الجامعيين لازم يشتغلون، لا الكل لازم يشتغل. العلماء إذا وحدهم اشتغلوا ما راح يأثر، الجامعيين وحدهم إذا اشتغلوا ما راح يأثر، السياسيين وحدهم إذا اشتغلوا ما راح يؤثر، يد الله مع الجماعة، الكل لازم يشتغل. إذا فد جيش عندنا قائد هذا الجيش أحسن القادة، بس الجيش ما يطيعه، هذا الجيش ينتصر؟ لا. في يوم صفين جيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه كاد أن يقضي على معاوية، يعني بينه وبين معاوية خطوات، بحيث أن معاوية ركب على فرسه حتى يشرد ينهزم، يعني المعركة وصلت إلى هالحد. زين، لكن مجموعة أو كثير من جيش الإمام انخدعوا بقضية المصاحف اللي رفعوها على الرماح. زين، وجردوا سيوفهم لو أنه تقول لمالك الأشتر يرجع ولو نقتلك. زين، فالإمام عليه الصلاة والسلام قال لا رأي لمن لا يطاع، الخطط خطط دقيقة 100% صائبة، الإمام معصوم ومو مثلنا يمكن خططه تكون اشتباه أو غلط، لا الخطة 100% صائبة والقائد معصوم، لكن لما الجيش ما يطيع ما تحصل نتيجة، لا رأي لمن لا يطاع. حتى في نهج البلاغة الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ينتقد بعض ذول الناس اللي خربوا الأمر، يقول حتى قالت ولقد أفسدتم رأيي بالعصيان، عندي رأي صائب لكن ما يوصل إلى نتيجة، ليش؟ لأنه عصيتموني. ولقد أفسدتم رأيي بالعصيان حتى قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. بعدين الإمام يجاوبهم يقول لله أبوهم ومن أشد مراسا لها مني،
فقد قمت بها يعني بالحرب وما بلغت 20 وها أنا قد ذرفت على 60 زين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. أنتم تخربون مخططاتنا الحربية يعني أنتم الجيش يعني، لا رأي لمن لا يطاع. فالمقصود شنو هو؟ المقصود أنه المراجع أو العلماء وحدهم ما يقدرون يسوون شيء، المثقفين وحدهم ما يقدرون يسوون شيء، لازم الكل يجتمع، العلماء والمثقفين والجامعيين والتجار والطبقة العامة من الناس الكل يشترك في العمل، وذاك الوقت النتيجة تحصل. الآن كل واحد من عندنا لا يفكر أنه لا يتمكن من فعل شيء، لا يتمكن. واحد عنده فلوس بفلوسه يساهم في بناء مساجد، حسينيات، تأسيس هيئات، طبع كتب، إطعام أو أي شيء آخر. واحد عنده فكر بفكرة زين، واحد عنده قوة جسمانية بقوة الجسمانية، واحد أو وحدة مثلا تتمكن من أن في منزلها أو في منزلها في غرفة تشكل دورة لتعليم القرآن. مو هسه الآن صيف الأولاد هالشكل سايبين في الشوارع زين، فتساعهم مثلا تعليم قرآن إذا صاحب البيت أو صاحبة البيت تعرف القرآن تعلم، إذا هي ما تعرف تقدر مثلا من واحد أو وحدة اللي يعرفون القرآن الكريم. هذا أبسط الأمور، ما يكلف شيئا. لما واحد من الشباب أو الشابات أو الأشبال يجتمعون في البيت يتعلمون مثلا قراءة القرآن، هذا ما يحتاج لشيء ولا يكلف شيئا. فالمقصود أنه ينبغي علينا أن نعمل. الله عز وجل هم وعد بالنصر، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. احنا اذا نعمل نوصل الى نتيجة، واذا ما نعمل لا سمح الله عقارب الساعة تنعاد الى وراء، طائفية وقتل وتعذيب وتهجير وانتهاك الاعراض ومصادرة الاموال وامثال ذلك. بس اذا عملت هاي الامور ما تصير. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بعد أمير المؤمنين كون جيش لمواجهة معاوية، كثير منهم خانوا، أخذوا فلوس كذا، تركوا الجيش، حتى بعضهم كتبوا رسائل إلى معاوية أنه إحنا مستعدين نشتف الحسن، نجيبه نسلمه أسير بيدك زين. هجموا على الإمام الحسن من جيشه كان وطعنوه في رجلي بالخنجر المسموم. فالإمام عليه الصلاة والسلام قال لهم أخير شيء لما يأس منهم، قال لهم كأني بأبنائكم أذلاء على أبواب أبنائهم. أنتوا خذلتوني، تتصورون أنه ترتاحون؟ لا، ذولاك راحوا يستلمون السلطة زين، أبنائهم راحوا يستلمون السلطة بعدهم، وأنتوا أبنائكم لازم تروح على باب بيته بالذل حتى يتفضل عليك بشوية فلوس مثلا، يتفضل عليك بأن يرفع منك ظلم. وبالفعل نفس الشيء صار، كأني بأبنائكم أذلاء على أبواب أبنائهم. بالفعل معاوية سيطر على الحكم، بعد يزيد، بعد بني أمية، سائر بني أمية وبني مروان زين، وذول اللي خذلوا الإمام أمير المؤمنين وخذلوا الإمام الحسن، النتيجة شنو صارت؟ أذلاء كانوا يروحون للشام، أذلاء على أبواب ذولاك حتى يتفضلون عليهم بشوية فلوس مثلا، يتفضلون عليهم برفع ظلم أو ظلامة، أو يسمحوا لهم بأن يمارسوا بعض حقوقهم. إذا إحنا الآن لا نعمل نفس الحالة تتكرر لا سمح الله. لكن بإذن الله نحن الأقوى، بس بحاجة إلى عمل. كل واحد من عندنا لازم يعمل، والصبر مثل ما ذكرنا لازم نصبر، معنى أنه لا ننهار أمام المشكلة، مشاكل كثيرة ما ننهار أمامها ونعمل، والله عز وجل يوفق. طبعا نحن أملنا كبير جدا بالعراق، ما نقول أنه المشاكل تنحل خلال يوم أو يومين أو شهر أو شهرين. تخريب مستمر كان 35 سنة، تخريب النفوس، تخريب العقول، خلال يوم يومين ما راح ينصلح، يحتاج لزمان. بس القطار حسب تعبيرنا واقع على السكة الصحيحة،
في يوم من الأيام في القريب العاجل راح نحصل نتيجة، لكن يحتاج إلى صبر، بمعنى عدم الانهيار أمام المشكلة والعمل بإذن الله عز وجل. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.